ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وبيبقى معانا فقرة مخبرنا السر يونس. ازيك يا يونس؟ ازيك يا مان؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ ادينا الدورة بقى. عامل ايه؟ الحمد لله. طمني ايه الاخبار النهارده؟ حلوة قوي. كنت لسه امبارح قاعد مع احمد السقا، طبعا ده خبر بمليون جنيه. ايوه، خلص امبارح دوبلاج فيلمه الجديد، فيلم الجزيرة، وخلاص نازل الاسبوع الجاي. والفيلم باسم، يعني مش عايز احرقه، بس الفيلم فعلا فعلا تحفه. واحمد واثق جدا جدا من الفيلم الحمد لله، لانه طبعا الفيلم ده مع شريف عرفه. طبعا. فخلاص ما يعني كل اللي اقول لك شوفيه بقى نازل الاسبوع الجاي. انا مستنيه فيلم الجزيره، وكلنا مستنيين فيلم الجزيره لاحمد السقا اكيد. يعني المره اللي فاتت قلت لك بقى انا على نيكول سابا ان هي كانت بتعيط طول افتتاح المهرجان. ايوه، في الحفله اللي بعد حفله الافتتاح. الدنيا يعرف ليه كانت نيكول بتعيط، كل بقى الصحف قعدت تكتب حاجات كده وحاجات كده. انا كلمت نيكول واتاكدت منها، نيكول دلوقتي في لبنان، انتمتها صاحبتها جدا 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 توفت ساعه حفل الافتتاح، فعشان كده نيكول ما قدرتش تمسك نفسها خالص وسافرت على لبنان علشان خاطر تعزي صاحبتها طبعا، ويبقى تبقى معاهم يعني هناك. اكيد احنا كمان بنقول لها البقاء لله، ونشكرك جدا يونس. ونختم حلقتنا دلوقتي مشاهدينا في كل مكان، بكده نكون وصلنا لاخر خبر في نشرتنا النهارده. واستنونا وهتشوفوا معانا حفل ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي قريب جدا، واكيد هتشوفوا كمان حفل افتتاح مهرجان دبي في دورته الثالثه، وتفاصيل اكتر معانا ومعاكم في الحلقات القادمه. ونشوفكم على الف خير.